طبعا زي ما قال الكابتن جمال، احنا كنا في زياره انا وكابتن جمال طبعا لسياده المستشار وفي المركز الطبي في وادي نطرون. وادي النطرون، والحقيقه كان صحته الحمد لله كويسه، وممكن انا اول مره اطلع هوا بعد الزياره، وشفناه معنوياته الحقيقه عاليه جدا. الراجل ما اهتزش، بالعكس جدا زي ما قال الكابتن جمال، الامور بالنسبه له سهله جدا وبسيطه، وطبعا بنقول له الحمد لله على سلامه سياده المستشار احمد. طبعا كابتن طارق، اول حاجه واخر حاجه وهي اللي دايما نادي الزمالك كان بيتميز بيها الفتره اللي فاتت وهي الاستقرار. بضم صوته لصوت الكابتن جمال، تحس ان الشهر كان تحس ان نادي الزمالك فيه كركبه ومشاكل كتير جدا، رغم ان الفتره تعتبر قصيره لكن تصدر لك مشاكل كتير جدا. في معوقات كتير جدا حصلت في نادي الزمالك، تصدر حاجات كتير جدا مش موجوده اصلا جوه نادي الزمالك. فالحمد لله طبعا على الرجوع. الرجوع ده ان شاء الله انا بثق جدا جدا في سياده المستشار. دايما الرجوع بيبقى فيه استقرار، ودايما الرجوع بيبقى بدايته دايما بتبقى نجاحات لنادي الزمالك. كل المعوقات بتتشال. طبعا البركه كانت موجوده في المجلس اللي كان موجود طبعا، واكيد هو كان على درايه بالاوضاع اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك، الظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك. فاكيد خروجه برده يرجع نادي الزمالك لوضعه الطبيعي، لان حالنا مش احسن حاجه في عدم وجوده. عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في ان الامور ترجع افضل واحسن مما كانت ان شاء الله الفتره اللي جايه.